مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة تتجدد مع حضراتكم أسبوعيا الأحد من كل أسبوع. النهاردة معانا حلقة جميلة كلنا إن شاء الله هنستفيد منها، اللي عنده أمراض أي مرض بقى يتابع معانا الحلقة دي، اللي عنده نقص في الوزن، اللي عنده أي حاجة بيعاني منها يتابع معنا الحلقة دي كويس، علشان هنستفيد كل من الحلقة كلها، علشان معنا النهاردة ضيوفي الجمال اللي تشرفنا بهم في برنامجنا في الصحة والجمال. معايا يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة القطب الكبير زي ما بنقول، الحاج محمد القطب علم. أهلا بك يا حاج محمد. أهلا وسهلا. الحاج محمد طبعا صاحب مناحل آل زاد، مناحل عسل آل زاد لعسل النحل. ومعايا كمان ضيفي في الاستديو الجميل الهرم الكبير صاحب المفوه دايما الاخ الحبيب الاستاذ ايمن محمد علم. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا احمد. نورتوني وشرفتوني، ان شاء الله يعني نعمل حلقه كده المشاهد يستفيد منها باذن الله. طبعا بامر الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مناحل آل زاد، طبعا مناحل آل زاد معروفه على مستوى الجمهوريه وما شاء الله يعني لها فروع كتير في كل ربوع مصر، وان شاء الله هنتكلم النهارده باستفاضه عن عسل آل زاد او عسل زاد، المنتج الجميل اللي موجود دلوقتي يعتبر في كل المحلات وفي كل الهايبرات اللي موجوده في كل محافظات الجمهوريه. حاج محمد القطب علم، طبعا خليني ابدا معاك في البدايه كده، شرفتيني ونورتيني النهارده. اهلا بحضرتك. وباذن الله نستفيد كلنا من خبراتك في عسل النحل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايزين نعرف اكتر مين هو الحاج محمد القطب علم، اين ولد وبيشتغل ايه، وبيشتغل يعني من زمان ولا لسه خلال الايام دي الفتره اللي حضرتك بدات تشتغل فيها في مجال المناحل وعسل النحل؟ والله انا ولدت في قريه اسمها كفر خطر، مركز طنطا، محافظة الغربية. تمام. أنشئت وأنا لسه في الصبية غاوية النحل. وبدأت في الصبية وأنا صغير، يعني ما مش في السن كبير، وبعدين ربنا أكرمني وحبيته وهو حبين النحل. شغلانة شقة وتعبة يا محمد يعني. والله أنا بالنسبة لي، ناس كتير بتخاف منها. أنا بالنسبة لي أنا أما بكون تعبان أو عندي هموم أو أي ظروف، ده حقيقي يعني، يمكن بعض اصدقائي والاقارب يعني يشهدوا بهذا، ان اروح الصبح المنحل، افطر اروح الصبح المنحل، اجي بعد المغرب من غير غدا، ولا بشرب سجاير ولا حاجه، ولا افضل طول النهار، بعدوا عليا مسافه 10 دقائق مش اكتر من كده. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون وكلي من كل الثمرات واسلكي سبل رب ذللا يخرج من بطنه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. انا السعاده، انا السعاده ان الواحد يعمل هذا المنتج اللي فيه شفاء للناس. ده ربنا يقول كمان يعني في انا السعاده الواحد بقى سعيد بيه، وهو بيحبني، هو بيحبني بصراحه، بيحبني واتمنى انا يعني العمر، يعني طول ما انا عمري فيه ان شاء الله يعني ما بسيبوش. هل النحل بيحس باللي بيخاف منه؟ طبعا بيحس باللي خاف منه. الانسان لما بيخاف يعني بيفرز الزمه، النحل بيروح عليها بكره. خلاص. اما بالنسبه للنحال، انا عندي استعداد بالشرط اخش النحل عادي خالص، اصدقاء صداقه صداقه، ده حقيقي عليه بقى وخلاص يعني. حقيقه وبعض الزملاء النحالين يعلموا هذا يعني يعلموا هذا. الحمد لله. استاذ ايمن، عايزين نعرف اكتر من حضرتك بما انك خبره برضو، وطبعا خدت الخبره الكبيره من الوالد والهرم الكبير الحاج محمد معانا، فاكيد حضرتك توارثت الخبره ابا عن جد زي ما بيقولوا يعني. خلينا نعرف اكتر عن فوائد النحل، فوائد العسل. معظمنا بنعرف اللي تعبان عنده صداع يقول لك مش عارف خد شويه مش عارف ايه، اللي عنده برد او عنده مثلا سعال او حاجه او عنده بلغم يقول لك خد اشرب شويه حط شويه ميه على مش عارف ايه الكلام ده كله. هل فعلا عسل النحل، او هنتكلم شويه عن عسل زاد، فيه المميزات اللي تقدر تخليني فعلا انا لو عندي حاجه اشفى بامر الله؟ شوف هقول لحضرتك. اتفضل. قبل ما نتكلم في فوائد المنتج لازم نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى الاول، وهو بيقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. الله. الحمد لله. وقولوا قولا سديدا. نعم. النتيجه ايه؟ يصلح لكم اعمالكم، كل اعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، كل ذنوبكم. الغايه في الحياه ايه؟ اصلاح العمل، والغايه بعد الممات
الغفر غفر الذنوب مش كده؟ فده انت النتيجه الحقيقيه اللي هي تقول ايه؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هنا في اللي احنا هنقول ده منتج فضل الله سبحانه وتعالى. والدي ربنا يديله الصحه وطولة العمر اللهم امين يا رب. احنا طلعنا لقيناه بيشتغل في النحل وعايش مع النحل. حبينا المهنه من حبه ليها. هو يحب المهنه يعني. احنا طلعنا حقيقي يعني احنا مش بنقول كلام عشان خاطر الناس منتجنا. لازم الناس تعرف في فرق بين اللي بتاجر في العسل وبين اللي بينتج العسل. وبيبقى فرق في السعر كمان طبعا في كل حاجه. جوده والامانه مصداقيه. في الاخر السعر مناسب لكل الناس. طب ما تيجي نقول بقى فوائد العسل دي بالنسبه لكل الناس. ربنا قال عنه زي ما ابويا قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوان واختلاف الوان اهو. ده عسل حبه البركه. زور حبه البركه ده يا استاذ ايمن واحده واحده مش محطوط عليه اي ماده في الالوان. لا احنا قلنا احنا لازم يكون عندنا امانه ومصداقيه في التعامل. اي تدخل انساني او اي تدخل بشري في المنتج ده يضيع اللي ربنا قاله وحاشا لله ان يكون صدق الله العظيم زي يقول فيه شفاء للناس. انت اي لعبه بتبوظ الخاصيه دي اي حاجه في المنتج بتطلع بره اللاين بتطلع بره المواضيع. طب يخرجهم بدون شراب مختلف الوانه. فين الالوان دي؟ ده لون زهور حبه البركه اللون الاسمر ده. ده لون زهور الموالح. زهور الموالح ده اللي هي زهور الربيع. فتره الربيع بنشم ريحه الزهور الجميله بتاعه البرتقال والسفندي. يعني فتره الربيع بيطلع لك اللون ده المنتج ده. البرسيم بقى حاجه تانية اسمها نوره البرسيم. بعد منه بتيجي حاجه اسمها نوره البرسيم. ده حاجات انا بقول لحضرتك احنا بديهي قالب به اتعلمناها من ابويا. يعني ايه منتج في شهر 4؟ يعني زهور الربيع فتره الربيع. حتى العسل ليه فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء طبعا. مواسم كل من كل الثمرات. الثمرات من اول الربيع على حد اخر الربيع. ساعه الثمره لما خلاص انتهت خلاص بيقف على كده بقى بنشتهنا بقى الفوائد اللي احنا اللي نقدر نقول للناس عليها وتستفيد من خلال الحلقه دي. ايه هي فائده العسل؟ انا بهمس في اذن كل اب وكل ام كل انسان موجود مع او بيسمعنا او بيتفرج علينا من خلال برنامج حضرتك المحترم. بقول له ارجوك ما تقطعش عسل النحل من بيتك. ليه؟ انت عندك صيدليه كامله متكامله بتشفي كل الامراض. ربنا قال فيه شفاء ما قالش دواء. الدواء ممكن يشفي او من عدمه. لكن الشفاء للناس قطعا صدق الله العظيم. شفاء للناس. وفي حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه احد الصحابه يشتكي بطن اخيه. فقال له اسقيه عسل. في اليوم الثاني راح له قال له اسقيه عسل. في الثالث راح له قال له اسقيه عسل. قال له صدق الله العظيم وكذبت بطن اخيك. هتهول اخوك ده ما اشوف ايه حكايته. ما شافهاش ازاي وما خفش ازاي. صحيح. فجاب اخوه فقال له اصدقني القول. قال له والله يا رسول الله من اول شربه عسل وانا بطني شفيت ولكن استطعمته. عايز اخد منه كل يوم. حلو وطعمه حلو وانا عايز مش حابه تعبان كل يوم عشان اكل عسل. فهنا العسل فوائد بقى العسل من اول شعر الراس لحد ضفر رجليه. بيعمل ايه العسل؟ اولا بيقوي جهاز المناعه. هو المسؤول جهاز المناعه ده المسؤول عن كل الدينامو بتاع الجسم. دينامو الجسم زي ما بابا بيقول دينامو الجسم. طيب بيعمل ايه كمان؟ بينظم اوراق الجسم داخليه. الكبد يعمل بشكل طبيعي، البنكرياس يعمل بشكل طبيعي، الكلى تبقى مغسوله وجميله. هتلاقي نفسك بتتعامل في اليوم العادي في اليوم الطبيعي مع الضغط ودرس في درس الحياه الضغوط اللي احنا عايشينها كلنا. الصبح يا بيه بعد اذن حضرتك اي حد بيسمعنا اي حد بيشوف الصبح بعد اذن حضرتك خد معلقه عسل معلقه واحده الصبح. ثق تماما ان منتج العسل ده مهما غلى ثمنه فهو رخيص جدا. ليه؟ النهارده انت بتروح تجيب كيلو اي كيلو شيء تاكله وتشربه وليكن اللحمه لو اخدت منها نسب زياده ما بتستفادش بيها وفلوسها كتير. طب العسل مهما تاخد منه كل ما تاخد منه كل ما يبقى عندك مناعه اقوى. الانيميا تقل في الجسم طبعا. بتعمل ده بقى ما هناخد هنتكلم من اول الاعمار السنيه وانت طالب. ده معلقه العسل بعد اذنك يا ابني. معلقه العسل معلقه العسل نعم. بتنزل في الجسم تنظم كل الاجهزه. كل الأجهزة بتنظم. نعم. مش بتقف على جهاز واحد. كل الأجهزة بتنظم. صحيح. إذا كان أكل فيه أي شوية سميات ودوارد من العوامل الجوية. طب حاج محمد خليني أكلمك بصراحة أكتر. اتفضل. على مستوى أنت بتقول لي أنا في مجال العسل ده من سنة بقالي 60 سنة. بقالك 60 سنة. هل بالفعل في حياتك من أول ما دخلت في مجال العسل حصل أي حالة شفاء قدام عينك؟ أنا عن نفسي اديت لناس تعبان ماشي عندك عينك بتوجعك وعلى مرمى وسمع العال حط نقطه عسل في عينك
هتصحى عسل عسل في عينك بس تحمله على انه عامل بيرد على العين. نعم. مسافه مش هقول لك يوم مسافه نص ما تغمر وتنزل عسل معينك عينك شوف في امر الله. نعم ده حقيقي. جرح. نعم. ما تحطش اي حاجه فيه ولا تعالج ولا سفلور ولا مش عارف تبغى لا حتى شيء حط عسل. تمام. مؤاخذة بقى البواسير بواسير عالجت ناس بالبواسير عندها فتحه وعندها نعم. خراج بواسير اديتها شاش بعسل صح لا في شفاء مش انا اللي بقول بقى تمام. في شفاء استاذ ايمن انا دلوقتي انا هكلمك بصراحه انا كمذيع دلوقتي يعني لو انا جبت ده خليك معايا بقى كده يا استاذنا والنبي ده منتج عسل زاد تمام. لو انا ايه اللي يخليني انا كاحمد او كاي مواطن عادي او كاي مشاهد من اللي بيشوفونا دلوقتي حتى عايز يروح يشتري عسل ايه اللي يجبرني او يخليني انقي واختار عسل زاد ده من بين كل انواع المنتجات العسل اللي موجوده في الهايبر كلام سليم كلام جميل كلام جميل وسؤال سؤال انا عايز بس حضرتك عليه تبقى معانا عشان ايه ونوضح لكم اكتر اللوجو بتاع عسل زاد لان انا صراحه يعني هو كفايه شكله ودايما وفي سؤال تاني هساله لحضرتك ازاي اقدر افرق بين العسل النظيف والعسل اللي ممكن كويس يكون كويس. يعني محطوط لا انا عايز اشكر حضرتك الاول على السؤال الجميل اللي حضرتك عد الجمال بقى تحت امرك خلتني يعني ايه اللي يخليني اروح الهايبر ومد ايدي على برطمان عسل نحل زاد ده واجيبه ايه اللي يخليني اعمل كده في حين ان في منتجات كتير قدام طبعا طبعا زي ما قلت لحضرتك بقى زي ما اتكلمنا كده واستفدنا في البدايه من بدايه الحلقه يعني ايه عسل زاد اولا لعده عوامل اختار عسل زاد ده لعده اسباب اول سبب منها ان انت في مصداقيه امانه جوده تمام انتاج من المنحل مباشره من الخليه مباشره انا ما مش باخده من الخليه عبيه برطمان واقول لك اتفضل ما ببيعوش لا ده بيخش عشان يطلع بالشكل ده كده بيطلع من الخليه بشكل معين بعدين بناخده نحط حاجه اسمها مناضج في شباب شبعيه مناضج طبعا اثناء الفرز بينزل ما شاء الله عليكم بينزل نحل بينزل اثناء الفرز بينزل نحل اثناء الفرز بينزل شوائب شمعيه اثناء الفرز بينزل شمع متقطع داخل العسل فبنعمل ايه بقى بناخده نحط حاجه اسمها مناضج لتصفيه عسل النحل بمراحله الاساسيه الطبيعيه للمفروض تتعمل جدا اي حد بيشتغل في المجال هيفهم اللي انا بقوله كويس يعني انضج بينضج يعني منضج فينضج يصفي يوصل للتصفيه عسل مصفى والقران مذاكره وعسل مصفى وانهاره من العسل المصفى عسل مصفى نعم يبقى هنا التصفيه دي مطلوبه مهمه جدا جدا ليه حضرتك العين بتاكل قبل البق لما اجي اروح للمنتج زي ده كده بشكله لو جواه شمع بلونه اسمر احيانا شمع بلونه ابيض شمع بس بيبقى قطع داخليه هتقول ايه اللي جوه العسل ده فهتضطر انت تعزف عنه لكن احنا بنعمل ايه بنعمل عمليه تصفيه وتنضيج للمنتج بننضجه وبعد ما بننضجه بعد ما ننضجه احنا بنعمل ايه بنحطه احنا ممكن نفتح علبه ممكن افتح لحضرتك طبعا بعد اذن الشباب يكونوا معانا كده عشان هندوق على الهواء بقى احنا هندوق الساده المشاهدين كمان على الهواء يعني ايه كمان استاذ جمال مدير القناه هنا فتح مسك الازازه كده وبص لها فقلت له هو حضرتك تقدر تعرف ما بين العسل الحلو والعسل المضروب مثلا فقال لي بيبان طبعا فهو شكر جدا في العبوه من قبل ما يدوقها يعني لو في حاجه على استاذ جمال ده عاوز اعلق على مغزى ايمن عاوز اعلق على حته كمان من توفيق الله عشان احنا مع ربنا ربنا وفقنا للاسم زاد تزودوا فإن خير الزاد يعني خلي بالك شوف الصدفه يعني زاد تكون يقول زاد بص حضرتك انا ده دي معلقه ممكن الناس كلها كل الناس تستخدم المعلقه دي دي ايه دي معلقه خشبيه مجوفه بالشكل ده عشان تقدر ترفع عسل كميات عسل بشكل كويس يجيبها منين دي يا استاذ ايمن ده ممكن متوفره عندنا متوفره عند الناس اللي شغالين في لما بتحطها بقى حطها جوه بتقلب او حاجه او لا ما بتقلبش ولا بتعمل حاجه انت مجرد انت بتحطها كده بترفعها بص بقى حضرتك لو تابع لو قربت الكاميرا هنا دي شايله عسل طول ما العسل بيعمل خيط معايا كده ده عسل طبيعي مليون المئة اهو طول ما بيقطعش ما بقطعش لو عسل فيه اي نوع او اي تدخل يدوي تبص تلاقيه بنقط زي الميه زي حنفيه الميه زي الميه لكن كده شغلته شغاله وخيط خيط مستديم واصل من المعلقه للبرطمان تاني يا استاذ ايمن معلش عشان المشاهد تاني انا النهارده عشان انا راجل نحال ففاهم يعني اشوف النحل اشوف العسل فانا اعرف جودته كويس ولا مش كويس طب انا النهارده اشتريت عسل وعايز اعرف احط المعلقه دي كده واملاها عسل وابدا ارفعها لو انا رفعتها كده هتفضل تنزل عسل من المعلقه بالشكل ده لو حاجه تانية تبقى عباره عن ميه لو حاجه تانية طبعا هتقطع منك وهتلاقيها هتلاقي بتقطع زي الميه بتنقط زي الميه عليها حاجه اكيد اكيد فيها تدخل يدوي لكن دي عشان هو عسل طبيعي لازق في بعضه ماسك في بعضه هيفضل كده لحد اخر قطره ما تنزل من المعلقه حلو
ده بالنسبه لجوده المنتج. طب انت قلت لي برضو ما جاوبتكش ايه اللي يخليني اروح كراجل مستهلك اختار العسل ده. اولا زي ما قلنا العسل فيه الوان كتير. خلي جنبي هنا عشان انا عايز ادوق صراحه. مدوق اتفضل اتفضل. لا بعد اذنك ما تدوقش. انا بعد ده كله لف يا استاذ جمال لف لف اتفضل اتفضل لف. ايوه لف راسك على استاذ احمد. الله لا خدها كلها بقى خلص بقى. ها جميله بقى ماشي الناس طب خلصها بقى عشان ما تقعش على عينك وحط بقى على الغطا عشان ما تقعش في البرطمان. في البرطمان تاني حطها في الغطا يعني عشان انت اللي كلت بقى لوحدك بقى. بس ما شاء الله والله جميله ان شاء الله ان شاء الله. هو فيها الحته بتاعت سيدنا النبي لما راح للراجل صلى الله عليه وسلم. هو فيها الحته الميزه بتاعت انا عايز اكل تاني. يعني انا وانا باخد دلوقتي عايز امد ايدي تاني. ليه بقى العسل العسل بطبيعته جوعناكم. لا العسل بطبيعته ماده حلوه حلوه ولكن من السكريات عالي. طبيعي يعني طبيعي 100% وده اللي انا ملاحظها. طبيعي 100% اللي هو ايه تاخد منه على قد ما تاخد محتاج تشرب تاني. محتاج تاكل منه تاني. طب انا عايز اقول بعد اتفضل يا ابو خش على بال بنوه مشاهدينا الكرام دي المرحله اللي هنعملها دلوقتي. بنوه مشاهدينا الكرام اللي بيتفرجوا علينا كلهم وعايزين يعني يشتروا منتج عسل زاد. الارقام موجوده قدام حضراتكم على الشاشه واللي بيرد على الارقام بنفسه هو الاستاذ ايمن او الحاج محمد. مش حد معين هيردوا عليكم فهيقول خدكم بقى الحته تانية خالص ويرفع عليكم اسعار او كده. احنا لسه هنتكلم في حته لا كمان انا عايز كمان اقول حاجه بالنقطه دي مهمه قوي. انا اقدر اجيب حد يرد على تليفونات العملاء لكن انا لا انا برد بنفسي. ده اهم شيء. بنفسي ليه؟ عشان انا واثق. انا بتعامل مع لا بتعامل مع العميل مباشره زي ما انا بديله العسل مباشره من النحل من المنحل. انا كمان بتعامل معاه مباشره بديله العسل من ايدي انا شخصيا ممكن من خلالي. طبعا في صور بتتعرض قدامنا. الحاج محمد منور معانا اهو. طبعا طبعا. وحضرتك معاه في حد ثالث معاكم برضه. ابني ده ابني عشان احنا اسمه ايه؟ محمد ايمن. محمد ايمن ده الاجيال تتوارث يعني الحاج ربنا يديله الصحه ويبارك لنا فيه. واخدين منه انا واخويا. ليه اخويا محمد هو المسؤول المشتريات في الشركه. اخويا محمد مسؤول المشتريات في الشركه. المفروض كان معانا ولكن ظروف عمله منعته انه يكون متواجد معانا النهارده. ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله بتكون متواجد معانا. اخويا محمد مدير المشتريات في الشركه وهو مسؤول مسؤوليه كامله عن اداره المشتريات ومخازن الشركه وخلافه. ده المنحل. ده منحل من المناحل. ده منحل رقم واحد. ده اللي ابويا فيه ده اهوت اللي هو في تكعيب حته العنب ده. اسمها ايه ده ايه الحاج لابسها دي؟ ده افارول. افارول للعمل في النحل. افارول ده افارول بيتلبس عليه الوش اللي انت شفتني بيه في الصوره الثانيه. واخد بقى حضرتك. ده انا وابويا اهوت برضو. انا وابويا في الصوره اللي فيها ابني دي. ده منحل ثاني يعني الصوره. ايوه دي تمام. ده منحل ثاني حضرتك. منحل ثاني. الافارول بقى اللي هو ايه انا لابسه ولابس فوق منه الوش ده. وابني نفس الحكايه. ليه ابويا من غير وش لو تلاحظ؟ ما انا بستغرب ليه وفي صوره بعتها لي وانت بنص كم. ليه بجد يعني فعلا مهنه النحل دي النحل يحس باللي داخله. والدي انا بخش المنحل بلاقيه بيشتغل من غير وش. بيرفع الغطا يشتغل مع البتاع يطلع برواز يبص على الملكه. انا عايز اقول برضه بمناسبه هو حابب شغله قوي 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 قوي. على الرغم ان هي كمان عايز اقول حاجه برضه على الرغم ان هي شغلانه شاقه جدا الا انه الله يديله الصحة ابويا لا مستمتع. في شقاء وفي عناء في العمل ولكنه مستمتع بالمهنة. ليه؟ بيشتغل مع حشرة معجزة. بتعمل في حضرتك بعد اذنك اتفضل. دي مملكة. مملكة. نعم. مملكة اسمها كده مملكة النحل. شغالة؟ نعم. اللي بيجيب مية. اللي بيجيب زهور. اللي بينقل. الحراسة. نعم حراسة. حراسة. حراسة على الباب. وزارة التموين. خدت بال حضرتك. في كشافة. الجيش. نعم. خد منها. في كشافة. استطلاع. وطلهم. استطلعتلهم المنطقة فين فيها اكل. الزهور بتاعتهم. فين. خدت بال حضرتك. من خلال رأس ساعات انا بكلمها مثلا عاوز اشوف الملكة. أم بتبقى النحل ملموم عليها كده بخايف عليه. النحل بخاف على الملكه بتاعته ساعات مش كل خلايا. فانا بهز لا اروح الكاميرا بهزه بايدي كده وساعات اكلمه اقول لها انت فين ما تعكسنيش بقى اظهري بقى وبتاع. فابص الاقي يعني نفسي بضحك كده الاقيها جايه بتتكلم معاه يعني الاقي لينك مش هي سامعه الكلام لا بس صدفه بالكلام بلاقيها معايا. لا خليني اقول لحضرتك على حاجه احساء يا ابو الحاج بعد اذن حضرتك. لا هي سامعه الكلام. فدي حاجه يعني لا حضرتك مش راضي تقول هي سامعه. لا هي سامعه الكلام. معلش بقى ودليل على كلام اللي احنا بنقوله مصداقيه. اللوحه
ربنا سبحانه وتعالى كلم النحل اوحى ربك الى النحل وقال لها قال للنحل ايه؟ ان اتخذي من الجبال عشان برضو انا عايز اوضح النقطه دي بعد اذنكم انا عايز اوضح النقطه دي قوي. ربنا اوحى للنحل يعني كلم النحل اوحى للنحل ان اتخذي من الجبال رقم واحد اكتب كده معانا احمد بيه رقم واحد من الجبال بيوت العسل الجبلي ومن الشجر العسل النباتات البريه ومما يعرشون اللي ابويا عامله واللي النحالين اللي هو ده هو مما يعرشون عندك ثلاث انواع من العسل جبلي ده ربنا اللي قال اوحى ربك الى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون البيوت فالنحله سمعت الكلام ففي نحل النهارده موجود في الجبال قمم الجبال النحل ده اسعاره هي طبعا على ما عشان بيجي لنا هنا ونسبه الانتاج بتاعه بسيطه فاسعاره غاليه جدا جدا اسعاره تتراوح في انواع عسل عايز اقول لحضرتك لن اخفيك سرا يعني بتعدي المبالغ بتعدي الوفات من الجبلي وفي عندنا نباتات بريه في سانت كاترين مصري من جبال سانت كاترين دي نباتات بريه اشجار طبيعيه جدا تمام سانت كاترين وفي عندنا طبعا اللي هو العسل اللي هو الموالح والبرسيم وزهور حبه البركه ده من انتاجنا تمام ممكن حضرتك تشرح لي ايه اللي انت جايبه معاك ده طيب وهنعمل ايه وفايدته ايه وبيفيد مين طيب انا عايز اقول بس النحل ما بينتجش عسل بس تمام النحل ما بينتجش عسل بس ايه ده امال بيعمل ايه تاني غريب لا يعني اللي مش عارف يقول لك يستغرب ايه ده احنا عارفين ان النحل بس ما بيعملش غير العسل لا النحل بينتج حاجه اسمها غذاء ملكات النحل غذاء ملكات ده معنا اقل من 3 دقائق فعايزين بقى ايه نقول للناس والسعر يا استاذ ايمن وانت بتتكلم كده والله السعر بقى المشاهد اللي عايز يجيب انا عايز اقول حاجه السعر في متناول الجميع لو انت النهارده بتروح تجيب كيلو لحمه غذاء ملكات ده اسمه غذاء ملكات النحل الغذاء ملكات ده حضرتك ده بيبقى الملكه لما بتبيض اكتر من نوع من البيض فبيظهر عندنا في حاجه اسمها بيض الملكه بيض الملكه ده بتشيل اليرقه لا بتبقى ملكه واطلع الغذاء ده بالشكل ده تمام ده غذاء ملكات النحل بيعمل ايه ده غذاء ده بيعمل ايه تعالى بقى خد فوائد الغذاء الملكات ده بينشط الذاكره تمام بيقوي الرغبه الجنسيه بيساعد على تنشيط الدوره الدمويه بيعمل ايه كمان يا نهار ابيض يستخدم في علاج كتير من الامراض السرطانيه يستخدم في تقويه المناعه علشان خاطر الناس اللي بتاخد جرعات كيماوي ممكن يوقفوا يقول له لا خلاص انت مش هينفع تكمل عشان مناعتك نزلت بروح انا اعمل له دي بروح انا حاطط له غذاء ملكات على العسل بالشكل ده بحط البرطمان ده اهو على العسل معلش البرطمان ده على العسل وبعدين بحط له حاجه اسمها ده انتاج نحل برضه حبوب لقاح نحل حبوب لقاح هي دي حبوب النحل دي حبوب لقاح النحل بيجيبها حضرتك لو سمحتي لو في كاميرا تخش معانا حبوب اللقاح دي النحل بيجيبها من الزهور خلي بالك بقى حبوب اللقاح دي النحل مسؤول عن 70% من تلقيح الثمار والاشجار اللي احنا بناكل منها الفواكه وخلافه 70% او 70% بعمل ايه بحط برضه اضافات على العسل مش كتير حبوب اللقاح تمام ده حاجه اسمها بروبليس بروبليس ده الاسم العلمي بتاعه صمغ النحل الاسم المتعارف عليه صمغ نحل او عكبر اخواننا في الدول العربيه بيقولوا عليه عكبر العكبر ده بروبليس ده بودره مضاد حيوي خام النحل بيعمل بيها ايه بينتج بيها بيعمل بيها الشمع ده تمام البروبليس ده النحل بيفرزه بيعمل الشمع ده بيعمل عيون الشمعيه دي العيون السداسيه اللي بيجمع فيها العسل ده اسمه صمغ النحل خد بالك حضرتك بيتم اضافه البروبليس كمان على العسل طب ايه كمان عندنا في حاجه اسمها طلع نخل وحبوب لقاح جينسنج بروبليس عايز تقول ايه يا حضرتك اتفضل عايز اقول لك عشان خلاص بقى دقيقه المخرج بيقول لي خلاص كده اتفضل ده بقى لو انا خدت ده اعمل بيه ايه ده يعالجني بايه ده يعالج بقى ايه ده يرفع مناعه وذاكره بينشط الذاكره حلو بيحافظ على الرغبه الجنسيه بيقوي المناعه عند الاطفال اللي عايز يشتري ده هيتصل برضو بالارقام يتواصل مع حضرتك اكيد اللي هم حبوب اللقاح والجينسنج والبروبليس وطلع النخل وغذاء الملكات طيب تمام انا بشكر حضرتك يا استاذ ايمن نورتني احنا كده خدنا نص ساعه لا لسه حضرتك ما خدناش نص ساعه نورتني يوم يا دوب لا وان شاء الله يعني في حلقات اخرى باذن الله نقدر نفيد بقى المشاهد بعسل زاد اكتر واكتر اللي حابب يا جماعه يتواصل على الارقام اللي ظاهره امام حضراتكم على الشاشه الارقام دي كلها بتاعت الاستاذ ايمن هو اللي هيرد عليكم بنفسه اي حد عايز يشتري المنتج يتفضل يشتريه والمنتج بتاعنا عايز بس بعد اذن حضرتك المكسرات ده بعد اذنك طيب. يا احمد بيه هنختم بقى بيها ازاي عشان خاطر ماشي المكسرات دي محطوط فيها اربع انواع من المكسرات كاجو وبندق ولوز
وعين الجمع. حلو. تمام؟ ده المكسرات دي بيتم تحميصها، تقشيرها وتحميصها في فرن خاص، وبيتم اضافه العسل الطبيعي عليها. خد بال حضرتك. ده حاجه بقى مقوي جدا للانيميا، المناعه. اللي عنده انيميا عنده نقص في المناعه. ده للرياضيين بيستخدموه الرياضيين في حالات الجيم والتدريبات وخلافه. كمان العسل بيستخدم في كل عندنا العسل ده بينعمل. ما انت كده هت يعني ايه الحلقه راحت مننا، ما قلناش احنا ممكن نساعد الناس ازاي، خاصه الخلطات اللي هي ممكن تساعد الناس اللي عندها مشاكل في الخلفه، بتاخر في الخلفه. طيب. الناس اللي عندها مشاكل في بتاخد علاج كيماوي، الاطفال اللي عندها نقص في النمو والمناعه، الحاجات دي كلها المفروض. طيب. كنا يعني اتفضل ان شاء الله في حلقه ثانيه هنقدر أكيد. نقول كل حاجه باذن الله، والحاجات اللي ناقصانا هنقولها في حلقه ثانيه. شرفتني حاج محمد، شرفتني يا استاذ ايمن. شكرا يا احمد. مشاهدينا يعني في بس يعني معرض نحن الاكثر انتاجا، ده هيكون تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هيكون في محافظه الغربيه في استاد طنطا ان شاء الله، يعني اشراف السيد المحافظ طبعا، واشراف السيد المحافظ محافظه الغربيه. ان شاء الله ندعوكم لحضور هذا المؤتمر. دمتم في امان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.